طبيعة الحال الميركاتور الاسم اللي غيدل على ان اي خصاص عندك في الفريق مع نهاية الموسم يعني خصك تحاول يعني مع نهاية الموسم ماشي حتى لبداية الموسم مع نهاية الموسم يعني تشوف هذيك المكامن ديال الخصاص والاماكن الخصاص هي اللي خصك تنتدب حيت الميركاتو يعني متعلق بواحد يعني مكان ما اللي انت حاجة ماسة اليه في الموسم المقبل ماشي انا غادي نجي وغادي نتسمى انني درت الميركاتو باش ندير الميركاتو باش ندير التغييرات كنسمع دابا هذه الامور اللي كاينه دابا عندنا في الدوري الوطني وهذه النقط اللي عده يعني مرات تكلمنا عليها ولكن ما كنلقاوش اداني صاغيه خصوصا من المسيرين لنفس الامور وتشي اللي خلانا كنشوفوا سيرتو هذه السنه هذه وهذا الموسم الاخير نوره مع المستوى النزاعات كل الفرق تقريبا معنيه بهذه المشاكل على المستوى ديال الليتيج تقريبا جل الفرق تلقى عندها 5-6-7 لعابه كلهم حاطين الملفات ديالهم في النزاعات وهذا هو راجع لعدم التدبير ديال هذه المرحله ديال الميركاتو اللي الان كنشوفوه في اوروبا ولا كنشوفوه خالد خويا في كل الانديه العالميه كيفاش ريال مدريد انا كنشوف ريال مدريد هذا الموسم ريال مدريد هذا الموسم وما ادراك ما ريال مدريد علاش كيلعبوا تشامبيونز ليغ لي ليغا وكاس الملك هذا كاس العالم ديال الانديه شوف ديال قول لي دابا انتداب اللي دار ريال مدريد هذا الموسم هذا وشكون هو اللاعب اللي تزاد على المجموعه من الموسم الماضي وهو اللي كيلعب واحد وقيله ولا هو لوسينك هو اللاعب الانجليزي اللي كان في البطوله الالمانيه تبارك الله وجا بزاف دخل لانه قدروا قراءات صحيحه على شكون هو اللاعب اللي غادي يجي وغادي يجي ندخل ما غنبداش نجرب نجيب 10 ولا نجيب 15 ريال مدريد خالد ريال مدريد اليوم راه كتفرج ريال مدريد واش غادي تقول لي غادي يجي لعابه يقول لك كنتاقلم وريال مدريد ما فيهاش ما تجيبش هي 10 في العام ريال مدريد كتجيب لعاب جوج